يقول: ما هو دين الملك الذي ورد في القرآن الكريم، وهل الأنظمة دين؟ دين الملك هذا في عهد يوسف عليه السلام، كان الملك مشركا، كان كافرا، الملك في وقته كان كافرا. فيوسف عليه السلام احتال على أخذ أخيه عنده بغير دين الملك، وإنما أخذه بالحيلة الشرعية، أخذه بالحيلة الشرعية ولم يأخذه بموجب دين الملك ونظام الملك. نعم.